ولي خادني ديك الساعه كانوا الرجاله هما اللي ياخذوا العيالات ماشي بحال دركا. المهم انا راك تعب بحال الامانه، اللي كياخذني كيموت وكيخليني الاخر. جلالي مول القرنه قال لك خداني شم فيا ريحه صاحبو المرحوم بوعزه، ضرب معايا شهرين صيف ترقد حداه. يلا واتشامو درك. ايوا ومات جلالي مول القرنه وخلاني بحال الورده. ما كنتش نخرج نتقدى، نهار خرجت نتقدى تقداني مولاي تامي الخدار. مولاي تامي الخدار اسرع رجل في العالم، هذاك ليلة العرس عقدهم خلاني فوق العماريه، بغاو ينزلوني نقص عبد القادر مول المجامر، قال لي والله لا نزلت انا ناخذها. خداني عبد القادر كان واخد جوج عيالات قبل مني. واحد ليله نعقل عاد جمعنا بثلاثه في بيت نعاس، ولينا ندور في عينينا قلنا الراجل مالو، قال لك راني بغيت نمشي للحج نديكم معايا بثلاثه. العيالات فرحوا بلاو يتناقشوا، قلت لهم انا مسامحه لكم اسيروا باقا ما درتش الذنوب. ايوا وقطعوا الطياره ومشاو للحج الله يقبل، شعلت العافيه في مين ندفنوهم تما بثلاثه. الراجل السادس على سنة الله ورسوله مسعود، مسعود مول سيبير. مسعود يا مسعود كان يطير، كان طويل بحال العمود، كانوا يقولوا لي الريزو، ضرب معايا شهرين وشالي الريزو. هي في الحقيقة 3 شهور، ولا إني الشهر الثالث كملوا معايا عب الويفي. مسعود مسكين كاع صحاب الفيسبوك مشاو معايا للدفين، ولا اني تانا لقاني مراق ونص، ضربت لي واحد البروفيل في القبر اللي داز يقول يا جيم جو بارطاج